معمول بالبندق. الكمية 20 إلى 25 قطعة. المقادير: للعجينة 500 غرام أو 3 أكواب ونصف طحين، 250 غرام أو كوب سمن حيواني بارد، 150 غرام أو 3/4 الكوب سكر، 200 ملل أو 3/4 الكوب ماء بارد مثلج، ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة. للحشوة 300 غرام أو 2.5 كوب بندق أخضر محمص ومفروم، 150 ملل أو 1/3 كوب عسل، ملعقة طعام سكر وملعقة طعام ماء. للتقديم ناطف أو سكر بودرة نوزعه على السطح. طريقة التحضير: للعجينة نضع الطحين في وعاء ونفرك السمنة فيه ونخلط باليدين حتى نحصل على عجينة. من المهم في هذه المرحلة أن تبقى العجينة باردة. في حال بدأت السمنة بالذوبان نبرد العجينة في البراد. ننقل العجينة إلى وعاء مسطح ونتركها ترتاح في البراد لمدة 10 دقائق. ننقل العجينة إلى وعاء كبير وندلكها حتى تصبح ناعمة. عند الدلك يمكن وضع العجينة في البراد عند الحاجة للمحافظة على برودتها. يجب ألا تتجاوز درجة حرارة العجينة 400 مئوية. في وعاء صغير نمزج الخميرة مع السكر والماء، نحرك بشكل جيد حتى يذوب السكر كاملا، ثم نضيف المزيج للعجينة. في هذه المرحلة لا ندلك العجينة وإنما فقط نمزجها مع السائل. ننقل العجينة إلى وعاء مسطح ونتركها ترتاح مدة 10 دقائق. للحشوة نمزج البندق المحمص مع السكر والماء والعسل. يجب أن يحمص البندق مسبقا ويبرد. لصنع المعمول نخرج العجينة من البراد وندلكها مرتين أو 3 مرات فوق سطح بارد. نأخذ ملعقة طعام من العجينة ثم نضغطها لتصبح مسطحة. نأخذ 3/4 ملعقة طعام من الحشوة ونضعها في منتصف العجينة. نغلق العجينة بطي الحواف فوق الحشوة لتصبح بشكل بيضوي. نكرر هذه العملية حتى نستهلك كل العجينة والحشوة. نضع قطع المعمول في قالب معمول. في حال عدم توفر قالب يمكن استخدام شوكة ونضغط بها قمة المعمول. نوزع قطع المعمول في صينية فرن ونخبز مدة 5 إلى 7 دقائق في فرن مسخن مسبقا للدرجة 150 مئوية حتى يأخذ المعمول لونا ذهبيا. ننقل قطع المعمول إلى طبق تقديم ونقدمه مع الناطف أو ننثر بعض السكر البودرة فوقه.